سعيد جدا أن أكون في هذا المنتدى لمستقبل العقار بنسخته الثالثة لعام 2024 وبين هذا الحضور الكريم من أصحاب المعالي والحضور وأيضا من يتابعنا خلف الشاشات لحضور هذه الجلسة المميزة بمشيئة الله. يسعدني استضافة المهندس معالي المهندس خالد السالم رئيس الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، ونتحدث عن المزيج المثالي عن التكامل العقاري والصناعي. أهلا وسهلا مع المهندس. حياكم الله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك مع المهندس، ونرحب فيك مرة أخرى. يعطيك العافية. قبل أن نتحدث عن التكامل يعني ما بين العقار والصناعة، خلينا نتحدث أولا عن الجبيل وينبع. هالمدينتين النموذجيتين اللي نفخر فيها دائما ونراها نموذجية من عشرات السنين، ما هي الخلطة السحرية التي فعلتموها في هذه المدينتين لتكون بهذه البنية التحتية، بهذا التشجير، بهذه المستقبل أيضا حتى السياحي فيها مميزة من كل النواحي؟ ماذا فعلتم في هذه المدينتين لتكون بهذا التميز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أبارك لأخي معالي وزير الشؤون البلدية وفريق المنظومة على نجاح هذا المنتدى، ونحن شركاء دائما مع هذه المنظومة المباركة، لأننا مثل ما ذكرت نقوم بإدارة مدن ليست مدن صناعية فقط. أعتقد الخلطة السرية هي رؤية بدأت يعني في عهد الملك فيصل، مغفور له الملك فيصل، وكان الملك فهد في ذلك الوقت عندما كان أميرا الله يغفر له هو من كان خلف هذه الرؤية في الإدارة الشاملة لهذه المدن. فالهيئة الملكية تقوم بإدارة شاملة من خلال سواء التعليم، سواء الصحة، النظافة، التشجير مثل ما ذكرت. فمن السهولة بمكان أن يكون هناك يعني تنسيق بين جميع هذه القطاعات من إدارة بمبدأ الإدارة الشاملة. الشيء الثاني هو احترام المخطط. يمكن سمعنا عن مخطط الاستراتيجي أو المخطط المدينة، المخطط العام، يمكن سمو الأمير تركي بن طلال تكلم عنه اليوم، والتمدد العشوائي في بعض المدن. بنيت هذه المدن على مخطط احترم جميع الأنشطة. طبعا بدأ بالنشاط الصناعي، ولكن أخذ بالحسبان قبل 50 سنة يعني التمدد السكني وأيضا الاستثمارات التجارية والسياحية والطرق المستقبلية وحتى سكة الحديد وارتباطها أيضا بالموانئ اللي أنشئت في ذلك الوقت. واستمرت أنا في رأيي العامل الثالث للنجاح احترام هذه المخططات على مر السنين، يعني على مدى 50 سنة مع تغير قيادات هذه الهيئة المباركة، إنما استمر هذا المخطط يحترم ويطور عليه ويضاف عليه حسب يعني أي تطورات تطرأ في المدينتين. اليوم احنا ندير يعني مساحات 2175 كيلومتر مربع في 4 مدن صناعية: الجبيل وينبع، راس الخير، وجيزان. لذلك لما بدأنا في ذلك الوقت، طبعا ما كنت موجود في الهيئة الملكية، كان الاستعانة ببيوت الخبرة الرائدة في بناء وتخطيط هذه المدن، وهذا كان له أي أثر كبير في أن تكون هذه المدن يعني تخطيطها أخذ بالحسبان جميع الأنشطة المستقبلية، وأيضا أن تكون يعني تقنيات المتقدمة في ذلك الوقت. على سبيل المثال البنية التحتية، البنية التحتية كلها قنوات تحت الأرض. نعم. يعني اللي يأتي للجبيل أو ينبع
الحفريات ليست بالكم الكبير اللي نشوفه في المدن الأخرى. وضعت قنوات من ذلك الوقت، على سبيل المثال لما تحول الهاتف من النحاس إلى شبكة الفايبر، يعني بدون أن يشعر الساكنين سحبت الأسلاك وغيرت إلى الفايبر. فإذا أعتقد أن موضوع استخدام التقنيات بوقت كافي، ما يعطيكم العافية معاليك، هذا مهم جدا. يعني واليوم اللي نشوفه في رؤية المملكة واللي تعمل عليه يعني وزارة الإسكان اليوم، أننا نرى الأشياء المتقدمة. يمكن سبقتنا الجلسة كيف أننا فعلا نتقدم في البنية التحتية. يمكن زرت ضاحية خزام، يعني تعتبر موديل في إنشائها وفي تخطيطها، وأخذت في يعني البال أنسنة هذه المدن بشكل كبير والوصول إلى الأماكن اللي يرتادها السكان عادة بشكل سهل. مهندس، بالعادة في يعني مخططات للمدن الكبيرة، ما الذي أوقف عندكم الاجتهادات؟ دائما عندما يأتي رئيس يقوم بالاجتهاد ومحاولة حل بعض المشاكل فيقوم بالاجتهاد الشخصي، كيف استطعتم الحد من هذه الاجتهادات اللحظية واتباع المخطط الموجود داخل هذه المدن؟ طبعا هو أولا يعني هذه المخططات تعتمد، فمن الصعب أن يأتي يعني أحد يريد تغيير كبير في المخطط بدون موافقات. يعني اليوم أنا خالد السالم لو أبغى أخذ أجي أحط مخطط سكني قريب من المناطق الصناعية، ما أستطيع، لأن أولا الفكر داخل المنظمة لن يقبل، يعني المهندسين اللي موجودين لن يقبلوا مثل هذا، لأن محسوب أيضا على المنظمة كاملة. الشيء الثاني أيضا كصلاحيات، يعني اليوم نعمل مع مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية في توسعات جديدة وطلب أراضي جديدة ضمها للهيئة الملكية، وأيضا تخطيطها والموافقة على مخططاتها. طبعا يؤخذ بالحسبان أشياء كثيرة، يعني أبعاد كثيرة، يعني مثل حركة الرياح، المصانع وين تكون، يعني نبعد عادة المصانع عن مياه البحر، ما تكون على الأذى، بحيث يستمتع الساكنين في مناطق الشواطئ. نعم. طيب الآن مع المهندس الاستراتيجية الصناعية ومبثق أكيد من رؤية المملكة 2030 ونعتز بهذه الاستراتيجية، تقودها وزارة الصناعة. الآن العقار أصبح مكمل ومعزز لهذه الاستراتيجية، ماذا قدمت لكم العقار ومعزز لكم في الاستراتيجية الصناعية اللي أنتم شريك رئيسي في هذه الاستراتيجية؟ والله القطاع العقاري من أصل إنشاء المدن بدأ بمفاهيم القطاع العقاري يعني المتقدم في مثل ما ذكرنا، سواء في التخطيط أو سواء في الطرق وحتى جودة الطرق ومواصفاتها، في يعني سكة الحديد يعني أين ستمر من خلال المصانع وإيصالها للميناء، كل هذه الإجراءات كانت قطاع عقاري. اليوم صار عندنا مدن، اليوم وصل يعني تعداد السكان في الجبيل وينبع الساكنين 250,000، فأصبح عندنا مدينتين اليوم. لذلك أنا أقول القطاع الصناعي مثل بعض الأمثلة في دول العالم، عادة يعطون القطاع الصناعي في مناطق غير مأهولة، بحيث أن القطاع هذا يعزز يعني السكن والاستيطان في هذه المناطق. فهذه المناطق اليوم أصبحت جاذبة يعني تجاريا سياحيا. لذلك توجهنا مثلا في جيزان مختلف عن الجبيل وينبع،
لأنه حنبدأ يعني مع الرؤية ومع يعني انفتاح، يمكن سمعنا عن القطاع السياحي وكيف جذبه، اليوم بنبدأ سياحي فيما أن الصناعي يبنى. بناء المصنع يأخذ 3 سنوات، إذا بننتظر مصانع حتى تبنى سوف نتأخر كثيرا في بناء هذه المدن. لذلك اليوم بدأنا مثلا شراكات مع مطورين عقاريين في الجبيل، عندنا مثلا حوالي 1900 وحدة سكنية للبناء، وقعنا مع شركة ريتال وشركة أبياتنا. أيضا عندنا 1100 وحدة إن شاء الله سوف تطرح في ينبع بمبدأ أيضا الشراكة مع المطورين العقاريين، بعدها 5000 وحدة مرة أخرى في الجبيل، فحيكون عندنا إن شاء الله يعني محفظة كبيرة من المساكن للبناء. طبعا بدأناها من خلال أيضا شركة تملكها الهيئة الملكية، شركة جبين، بحيث أنها تدخل شراكات مع المطورين وتقلل عليهم المخاطر. أيضا عندنا المشاريع السياحية كبيرة حقيقة، يعني منتجعات سياحية اليوم وقعناها، شركة سيفن في ينبع الآن يعني وصلت مراحل 60% في البناء. عندنا مشاريع بعض المنتجعات مع صندوق الاستثمارات، أيضا مع مطورين من القطاع الخاص أعلننا عنها في ينبع وفي الجبيل، وأيضا جيزان يمكن آخر شيء وقعنا أيضا مع الكروز السعودية، ووقعنا مع الشركات السياحية. اليوم عندنا يعني صندوق التنمية السياحي بحيث أنه يعني أيضا يمول لمشاريع سياحية داخل، وهي طبعا مترابطة. اليوم المصانع مشاريع الإسكان معتمدة على ما يسمى بالبناء الحديث. البناء الحديث يأتي من خلال المصانع المتقدمة. المصانع المتقدمة اليوم يعني موجودة في منظومة الصناعة في عدة مدن، في جدة، في الدمام، في ينبع، فهذه المناطق فيه توافق واتفاقية أصلا مع وزارة الإسكان في إعطائها دعم من ناحية الإيجارات وغيرها، بحيث نمكنها لإنتاج مواد البناء للقطاع العقاري. نعم، قبل قليل تحدثت عن أن هنالك يعني مطورين عقاريين، هل لكم مواصفات معينة تطلبونها من المطور العقاري خاصة بالمدن الصناعية، ولا نموذج عادي مثل المدن الأخرى أو المطورين العقاريين العاديين؟ يعني باختصار، هل يجدون صعوبة في تنفيذ ما تطلبون مطورين عقاريين؟ لا لا، فعلا هو عندنا مواصفات، مواصفات قوية. لذلك يعني المنازل اليوم على مدى 50 سنة، يمكن اللي يروح الجبيل ولا ينبع كان يشوفها بعضها من 50 سنة ولا زالت جميلة، ولا زالت. أنا أسكن في ضيافة هناك مثلا له 50 سنة تقريبا، يعني كان قبلي يسكن فيه الرئيس السابق سمو الأمير سعود بن ثنيان ولا ذا يعني، وما زال. يمكن ما في إلا نغير المكيفات إذا ذا ولا غيرها، ما شاء الله بناء قوي. اليوم وزارة الإسكان تقدمت في هذا المجال، اليوم حنا صرنا ناخذ منهم حقيقة. ممتاز. لأنه ذكر يعني زملائي، يمكن الرئيس التنفيذي لشركة الإسكان محمد البطي، تتكلم عن قيمة الوحدة السكنية، فحنا محاولة منا اليوم أيضا عشان التخفيف، لأن الوحدات السكنية حتروح تمليك للموظفين، فهو سوف يدفعها. نعم. فأيضا تقليل التكلفة عليهم، بحيث أننا نستخدم أساليب بناء اخترنا من بعض الأساليب اللي لدى وزارة الإسكان وسمحنا بها في مثل العقد هذا. نعم. اللي تم سمحنا فيها، قدمناها للشركات، شركات الصناعية البتروكيماويات سابق ورامكو وغيرها، ويعني رحبوا فيها بشكل كبير. أول كان عندنا نستخدم البريكاست، هذا كان الأصل في بناء الهيئة الملكية. اليوم لا، صار عندنا بعد المواصفات، وضعت مواصفات والكود السعودي أصبح يعني قوي، بحيث أننا نعتمد عليه. أول يمكن كانت المواصفات ما هي موجودة، فكانت اعتمدت يعني الهيئة الملكية في بداياتها على مواصفات يعني أمريكية. الجبيل وينبع مدينتين صناعيتين فيها موظفين كثر، أنت تكلمت عن 250 ألف،
ناهيك عن اللي يجون من برا المدينة يوميا من السيارات والزحمة، لا نرى هذه الزحمة أبدا، هل أنسنة المدن التي اتبعتموها لكم سنين خففت من هذا الزحمة؟ وش سويتوا بالضبط علشان ما يصير في زحمة؟ صحيح، أنا أعتقد هذا جزء من المخطط اللي وضع في ذلك الوقت. يعني على سبيل المثال الطرق السريعة ما تلقى فيها مخارج على محلات، يعني اليوم أنا يتصلون يعني إذا مشيت بطريق سريع ما فيه إلا تطلع على طريق آخر، ولكن ما تروح تقعد تدخل مثلا خدمة وتلقى محلات صافة تمام، يعني لو تجي مش في الجبيل وكذا ما تلقى مثلا محلات موجودة كذا صافة على طريق مثلا تكون شريان. داخلية أغلبها تصير داخلية علشان ما تسبب مشاكل، هذه مشاكل المرور مشاكل. طبعا هذا التخطيط، أنا الآن يجينا مثلا بعض المستثمرين ونشرح لهم هذا، يعني يطلبون مداخل علشان يكون خلنا نقول مختصر شورت كات، وإحنا نقول لا، لأنه لو بدأنا مثل هذه أيضا لخبطنا المخطط، فلذلك لازم نحترم المخطط. اليوم يعني من الأشياء اللي استجدت علينا في الهيئة الملكية اللي هي درايف ثرو، يعني تصدق الهيئة الملكية ما كان فيها درايف ثرو اللي يروح لها قبل ذا. اليوم يعني بدأنا نسوي الدراسات المرورية بحيث أننا نفتح يعني درايف ثرو، لأن تعرف شباب وبنات يشتغلون يبغى يأخذ القهوة ويمشي، فما هي زي أمريكا تروح سكوير كذا وتوقف فكانت المخططات معتمدة بهالشكل. اليوم بدينا يعني نعمل أيضا تواكبا مع التطور اللي قاعد يصير في ممتاز. عندما يأتي لكم مطور عقاري يريد مكان يطوره أو أعطيتهم إياه، هل أنتم بالعادة تجهزون للبنية التحتية أم هم يجهز كل شيء؟ لأننا نسمع أنكم كنتوا تجهزوا الأراضي ومجرد مطور عقاري يجي يبني ويعني حيرتاح، ولا اختلفت مع التطوير الجديد؟ لا أنا مع الجديد الآن، اليوم عندنا يعني توجه مثل جميع القطاعات أنه القطاع الخاص يكون شريك. الأول كانت نعم الدولة تعطي للهيئة الملكية يعني ميزانيات تطور البنية التحتية، بعدين الأراضي توزع على الشركات الصناعية، شركات الصناعية تأخذ مقاول معاها وتبني المساكن. طبعاً يصير تعثر، يعني لا الشركات الصناعية مثلاً عندها الخبرة في مجال البناء والمقاول ممكن يتعثر، واللي متأثر الموظف. نعم. فإحنا اليوم لا بدينا يعني شركتنا شركة جبين الخدمات بحيث أنها تدخل بالأرض وتدخل مع المطورين ويضعون يعني التصاميم وتكلفة البناء، وعلى أساسها يعني وجدنا أنه بالعدد الكبير من الوحدات مثل شركة الإسكان يعني نستطيع أن تكون أسعارنا أفضل من أن الشركات نفسها تبني مساكنها. فاليوم يعني فيه إقبال من الشركات وقاعدين نوقع العقود والمطورين مكنوا من المواقع. التسهيل العقاري يعني الصناعة بشكل عام، هل هنالك معاناة عندما يجد واحد مكان أرض وأنه يضع فيها مصنع أو يبني فيها، ولا الأمر سهل جدا وميسر؟ كيف تتم الآلية لشخص يريد أن يبني مصنع ويريد قطع؟ الآن إحنا نعمل على الأتمتة إن شاء الله، يعني السنة هذه بيكون عندنا كل خدمات المستثمرين في منصة يستطيع يعني هو في بيته يقدم على طلب الأرض وإنهاء إجراءاته كاملة. يعني يمكن سبقت مثلا هيئة مدن، أنا كنت في مدن فعندهم مثل هذا تقديم كله إلكتروني. نعم. الآن عندنا إن شاء الله ماضيين في هذا الاتجاه. أيضا بالنسبة للمصانع الجاهزة، هذه من كيف تمازج القطاع العقاري والصناعي، يعني إحنا دخلنا في شراكة مع أحد الشركات مطورين العقاريين لبناء مصانع جاهزة، مباني جاهزة، وبحيث نأجرها على صغار الصناع شباب وبنات وكذا بأسعار يعني جيدة وفي متناول اليد، بدل ما يبنون يكون يعني يجيبون معدات ويبدون الصناعة عندهم. ممتاز.
أخيرا نتحدث عن مستقبل هيئة الجبيل وينبع، أيضا توجهات المستقبلية سواء عقارية وصناعية، ما هو الجديد لديكم أو ما هي رؤيتكم حتى 2030؟ والله شوف، أنا من ناحية طبعا القطاع الصناعي فيه نمو يعني قاعد كبير الحمد لله. طبعا احنا بالنسبة للمشاريع الصناعية في الهيئة الملكية يعني ضخمة جدا، علشان يكون يعني فيه تصور نتكلم بالمليارات المشروع الواحد. اليوم عندنا يعني احد المشاريع في ينبع 38 مليار، اخر في الجبيل 27 مليار، لكن هذه المشاريع الصناعية يعني جاية الحمد لله. احنا نؤهل الاراضي جميع الخدمات على ما يقولون يعني بلاج اند بلاي، ووزارة الصناعة ومنظومتها، وزارة الاستثمار، وزارة الطاقة في المقام الأول يعني تعمل جميعا في استقطاب استثمارات، ونحن ممكن لهذه الصناعات. الجانب الآخر هذا دورنا اللي هو السكان 250,300 هذولا، وحيتضاعفون مع الصناعات القادمة، فلا بد أن نهيئ لهم يعني الترفيه، السياحة. الحمد لله يعني بالنسبة للسياحة قاعدين نتطور فيه بشكل الآن كبير. الدرج يعني اللي أعلن عنه يعني أحد نقاط الانطلاق، يعني واحدة منها فتكون في الجبيل إن شاء الله، شغالين معاهم، وهذه حتكون نقطة إن شاء الله يعني الجبيل وينبع ليست فقط للناس اللي يعني تعمل في المصانع. لذلك أنا أدعو الجميع يجي يشوف يعني مدن هذه مدن سياحية، صحيح ينقصها بعض المقومات السياحية مثل بعض المطاعم بعض الفنادق، اليوم نعمل عليها، وقعنا مع شركات كبرى في هالمجال جاية على مدى السنتين القادمة. نتوقع المصانع طبعا ضعف ما نتكلم عنها اليوم، نعم، كحجم استثمارات. يعني احنا عندنا تريليون و300 مليار حجم الاستثمارات، نعم. فانت تتوقع انك تضاعف هذه الاستثمارات في العشر سنوات القادمة. فاللي سويناه خلنا نقول في 50 سنة حنشوفه مع رؤية المملكة في 10 سنوات إن شاء الله. هذا من ناحية القطاع الصناعي، طبعا هذا أثره كله على القطاع العقاري التجاري والسياحي في هذه المدن. من ناحية الجذب السكاني تكلمت عن 250 أو 300 ألف وتكون إن شاء الله حتضاعف، وأيضا سياحيا هل تتوقع الانحياز الكربوني وتغير المناخ والسعودية الخضراء سوف تجذب أكثر حتى للسكان العاديين الذي يعني لا يعملون في الجبيل؟ إحنا هذا واحدة من مستهدفاتنا، أنه اللي ما يعملون يستوطنون في الجبيل وينبع. كثير من اللي تقاعدوا أغلبهم، يعني ما عندي نسبة صراحة يعني ذا، لكن أغلبهم بعد التقاعد يستمر في السكنة في الجبيل وينبع لجودة الحياة، الخدمات الصحية المقدمة، خدمات التعليم. للعلم يعني التعليم نعتبر الأفضل على مستوى المملكة في نسب التوظيف، وصلنا 84% من خريجين الكليات والمعاهد في الجبيل وينبع يتم توظيفهم، وهذا ثقة من القطاعات في قطاع التعليم في الهيئة الملكية. شكرا لك معالي المهندس خالد السالم رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، أيضا شكرا لكم لحضوركم واستماعكم لهذه الجلسة، ونتمنى التوفيق للجميع في الجلسات القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله.